نبدأ تمارين الجزء السفلي بالإطالة القدمين والأفخاذ. نبدأ ننزل 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 ننزل، نلمس صار القدم، نثبت، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، تشد معك الأفخاذ الخلفية. نرجع مرة ثانية، نعكس رجل على رجل وننزل ننزل تحت 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 تحت، المس اصابع القدم شوي شوي عشان ما تشد عليك الافخاذ. المس الاصابع، اثبت، واحد اثنين ثلاث اربع خمس، نعكس القدمين نعكس القدمين، ننزل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. الآن نبدأ نفتح القدمين. الإطالة ضرورية قبل تسخينها، ضروري قبل أي تدريب. ننزل جهة اليمين والركبة ممدودة، ننزل بارد، الجسم بارد فما ينبغي أنك بسرعة تسوي تدريب. ننزل أقصى مسافة واثبت، واحد اثنين ثلاث أربع خمس، غير جهة ثانية، ننزل، واحد اثنين ثلاث أربع خمس. الآن إيدي أمام، ثبتها في الأرض وأنزل، ثبت إيديك في الأرض، انزل انزل، افتح القدمين، افتح قدر الإمكان. الآن بتحس الآلام في الأفخاذ وفي الأرداف والمفصل الفخذ الداخلي بيكون في شد غير طبيعي. انزل 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 قدر الإمكان، وحبة حبة 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 انزل. نقف، نرجع للخلف، نرجع للخلف، أربع خمس. نبدأ الآن نسعد طالة وكرسي أمامك، نرفع رجل، واحد اثنين ثلاث أربع خمس، ثانية، واحد اثنين ثلاث أربع خمس، خلف، واحد اثنين ثلاث أربع خمس. هذا التمرين اللي نحن نسوي هذا تشد عضلات الفخذ الأمامي. يعتقدون أن الفخذ الخلفي، أنا قاعد أشد الفخذ الأمامي الآن. عشان لما بديت التدريب ما قلت أوه ألم، لا، هنا الآن شد العضلات ومنها تسخين للجسم، تسخين الجسم قبل ما نبدا. التمرين الاول، سي، واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر، اخذ خمس، واحد اثنين ثلاث اربع خمس. النزول بالطريقه هذه، بعضهم ينزل كذا، هذا النزول تمرين ارداف، النزول بالطريقه هذه تمرين ارداف، لكن احنا نبغى تمرين سكوات فخاذ. شوفوا على طول تنزل على طول تحت، ما اسوي كذا، لا تقدم ظهرك، لا، مباشره نزول على تحت مباشره. بسم الله، واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر، واحد اثنين ثلاث اربع خمس. سعدين، افتح القدمين، لا تضم رجولك ولا تفتح كذا، ابسط الكتفين، واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر، واحد اثنين ثلاث اربع خمس. يا سلام، تمرين سكوات مع تبادل قدمين، واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر، ريح.
نبدأ زي ما اتفقنا. واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. يا سلام عليكم. رجع صدرك ورا. يا بسم الله. واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. يا سلام. تمرين الطعن الجانبي. ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. نبدأ. واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. يا سلام. اثنين، ثلاث، أربع، خمس. الآن ركبتين للخارج والأصابع رجلي للخارج كذا. الآن أتمرن أرداف وفخ داخلي. يلا بسم الله. واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. باقي خمس. واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس. واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس. وقول بسم الله. واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس. واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس. انزل، انزل. تمرين أرداف فخ داخلي. واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. ريح. واحد،
اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشر. انزل يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشر. أوكي. تمرين أفخاذ. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبع ثمان تسع عشر. ريح. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة.